هو كنت من حظ اوفر للمنتخب المغربي، ان شاء الله يشرفنا احسن الشريف ان شاء الله ويتاهل للفينال. كما شفتوا الماتش الاول المنتخب كانوا مزيانين، خصوصا في دوزيام ميطا. كما عرف الجميع ان الفريق خاص مرجع للوراء، وفريق المنتخب الوطني كان ضغط طيله 45 دقيقه الثانيه، وان شاء الله كنتفائلوا بالخير لهذا المنتخب ان شاء الله، ويشرفنا احسن تشريف ان شاء الله.